الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أحبائي الكرام من جديد. النهاردة هنتكلم عن حلم المصعد. طبعا الحلم العام للمصعد أو لغالبية الناس بيكون دال على الصعود والعلو في المنزلة، فإن كان المصعد يكون يرتقي لأعلى فطبعا بيكون الإنسان أو الرائي بيرتقي في المنزلة الخاصة به، وإن كان يهبط في ذلك دل ذلك على انحطاط المنزلة بين الناس، وإن كان المصعد يتعطل بالإنسان فذلك إشارة على المشاق والمتاعب. هذا هو تفسير المصعد. وطبعا زي ما كلنا عارفين إن حلم أي حلم بيختلف من شخص لآخر، فالتفسير ده عمومي لأغلب الناس لغالبية الناس، لكن طبعا بيختلف عن فئة دون فئة، وبيختلف عن زمان دون زمان، وبيختلف طبعا عن الرجل للمرأة، وبيختلف عن الطفل الصغير للشاب الكبير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وبذكركم أحبائي السلام الكرام عليكم ورحمة الله متابعة وبركاته، ورحب بكم أحبائي. موقعنا دلالات حلمنا.